المشروع اللي موجود عندي هو مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للأسر الأكثر هشاشة في قطاع غزة، تحديدا غزة وشمال غزة، ممول من العون الإسلامي المسلم إيد. احنا جايين اليوم في اللقاء اليوم نحكي عن أحد الأنشطة اللي انعملت في ضمن إطار هذا المشروع اللي هو الحملة الإعلامية التي كانت كمبادرة وحملة مناصرة للتوعية حول مفاهيم المية والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل عام في قطاع غزة. نحاول من خلال هذه الحملة الوصول لأكبر قدر من المشاركين من خلال عبر الإعلام المجتمعي. كنا بنحاول نحصل على أكبر قدر من مشاركة النشطاء وتفعيل موضوع المية والصرف الصحي والاحتياج لخدمات المية والصرف الصحي، وأيضا تعميق وعي المشاركين حول الاحتياجات في خدمات المية وكيف هم ممكن يخلقوا محتوى فعال ويطالبوا بالحقوق تبعتهم اللي لها علاقة بالمية والصرف الصحي والنظافة الصحية العامة. تعتبر مشاركة النساء في تحديد احتياجات الخاصة بهم إشي أساسي ومهم، لأنه هم يعتبروا المستفيد الأول أو المستخدم الأول لهذه المية بناء على الدور الإنجابي اللي هم بيقوموا فيه. غالبا النساء هم في المنزل بتكون مسؤولة عن الطبيخ، بتكون مسؤولة عن الغسيل، بتكون مسؤولة عن تنظيف المنزل وعن شطف المنزل، ففي كل هذه الأنشطة احنا بنستخدم المية، فبالتالي المرأة هي اللي راح تكون أقدر على تحديد قديش الاحتياج اللي بيلزمها من كمية المية، أو كمان تحديد وقتش الموعد المناسب لاستخدام المية. فهلأ مشاركتها في تحديد الاحتياج حيأثر كتير على التصميم تبع المشروع. فهلأ هذا اللي احنا كنا بنحاول نقوله من خلال الحملة تبعتنا، انه انت دورك لا يقتصر فقط على انك تشتغل في المنزل، لا كمان انت ممكن تضيفي للعملية التصميمية الانبوت او المدخلات اللي تساعدك على المستوى البعيد في الاحتياجات تبعتك. غالبا في مجتمعنا اللي ما بيطالب بحقه ما بيحصل عليه، فطالما النساء في عندهم إشي بيعانوا منه مش قادرين ان هم يوصلوا صوتهم، مش حيقدر حد يساعدهم في انهم يحصلوا على المية التي تكفي الاحتياج تبعهم. عشان كده كان ضروري ان احنا نوعيهم كيف يوصلوا لصناع القرار، ايش هي الاحتياجات اللي فعلا بناء على الدراسات الميدانية، ايش هي الاحتياجات اللي ممكن هم يصغوها بطريقة مرتبة لتوصل لصناع القرار. فكان هذا الاشي مهم لان هم بيطالبوا في حقوقهم وهم اللي بدهم يوصلوا، او احنا ركنين ان هم يوصلوا لمساعد يوصلوا لذوي القرار، يشاركوا مثلا في مجلس البلدية، يشاركوا مثلا في استطلاعات الرأي، يشاركوا مثلا في العرائض الالكترونية. فعليا هي الادوات اللي حاليا تعتبر مؤثرة على لو بنقول على مستوى الإعلام المجتمعي. المية النظيفة هم بتعاملوا مع الأطفال، هم بحمموهم، هم بغسلوهم، بشربوهم، فهي المية النظيفة اللي بتوصل للست بتوصل لأطفالها. أيضا هي اللي بتطبخ، فهي حتاخد المية النظيفة هاي للطبخ، حتتأثر كل الأسرة في الطبخ اللي هي بتعمله. فيمكن هذا أعطاك نبذة إنه كيف المية مهمة توصل للست بالقدر اللي هي بدها إياه وبالوقت اللي هي بدها إياه. هلا إحنا كنا بنقول إنه المشروع موجه للأسر التي ترأسها امرأة. غالبا هنا المشاريع في غزة بتتوجه للفئات الهشة في المجتمع، زي مثلا الأشخاص ذوي الإعاقة، زي مثلا كبار السن، زي مثلا مرضى السرطان. ففي أيضا الفئة هذه المهمشة وغالبا تنسى اللي هي الأسر التي ترأسها امرأة. كمية المعاناة اللي بتواجهها دول النساء بتبقى كتير كبيرة، يزيد الطين بلة إن هي تعاني أيضا من مشاكل في المية. غالبا يعني هذه النساء لو بحصل على نقود خلينا نقول بتفضل إن هي تستثمرها في احتياجاتها الأساسية. فإحنا نرى من الظلم إنه النقود اللي هي بتحصل عليها تروح تحطها في المية بينما هي الجميع قادر إن هو يحصل على المية هاي. طب ما ليش ما هي تقدر تحصل على المية هاي بالاحتياج اللي هي بدها إياه من غير ما تضطر إنه هي تدفع فلوس بزيادة غيرها يعني. فيما يخص السياسات، بعتقد انه يجب تطوير قدرات مزودي الخدمات اللي بيشتغلوا في مجال التخطيط المبني على النوع الاجتماعي اللي براعي الابعاد الاجتماعيه والبيئيه. هلا لما انت تطور قدرات المقدمين الخدمات بيصيروا هم بدوروا على وين المفروض انا اعمل دراسات بشكل انساني. لما انا بدي اعمل دراسه قبل وبعد وبدي اعمل دراسه احتياج بصيروا ياخذوا بعين الاعتبار النساء، بصيروا ياخذوا لا مفروض ان انا اشركهم في جلسات تحديد الاحتياج، مفروض ان انا اشركهم في التصميم، مفروض يكون لهم دور اكبر في والكلمه اكبر في موضوع الميه وتصميم الميه ومشاريع الميه وخدمات الصرف الصحي. فهنا هذا اللي فيما يتعلق بالسياسات.